أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أهلا وسهلا إبراهيم محمد الشهاوي من مصر الحبيبة. أهلا 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 وسهلا. تعال تعال كذا خلك قريب. يقول لك أي واحد يلبس نظارة عارف أنه إما عبقري أو يحب الرياضيات أو نظره ضعيف. يلا نشوف الشيخ صابر. الله يحفظك يا إبراهيم، تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الله. قراءة جميلة سلسة كلها ثقة من بداية القراءة إلى آخرها، ولذلك ما كان فيها الزات إلا أحيانا في المدود، بعض المدود كان بعضها أجمل من بعض لكن ليس فيها قبيح، يعني في مدود حلوة لكن في أحلى منها. على سبيل المثال حتى إذا أتوا، الأول كان أجمل من الثاني، واضح؟ طبعا ما كان فيه رفعات قوية، محتاجينها لهذه يا شيخ إبراهيم، تنشط السامع وحتى القارئ نفسه يكون بيقرأ ويحس برفع هذه، يحس أنها يعني تعطيه دفعة إيمانية وشيء من التدبر خصوصا في مواضعها. يعني انتبه للحروف المرققة معظمها زيادة في الترقيق، حتى إذا أتوا وورث وليست وورث وورث سليمان وورث سليمان داود. منطقة الطير الطاء كانت شوي محتاجة تحقيق الكسرة، لهو إن هذا لهو الفضل المبين، الهاء كانت محتاجة شوي، أصبحت ما بين الذين يسكنون. أنت عندك قراءات يا إبراهيم؟ لا. إخوانك عندهم قراءات ما شاء الله؟ صحيح؟ ما شاء الله، أنتم بيت قرآن، بيت جميل، نسأل الله أن يبارك فيك وفي والديك وفي إخوانك وشيوخك. ما شاء الله، بداية جميلة اليوم وأمامك مستقبل رائع يا شيخ إبراهيم. إن شاء الله. شيخ يوسف، ما شاء الله عليك يا إبراهيم، افتتاح حلقة اليوم مميز حقيقة، لكن بدايتك بداية واحد كنا قايم من سجدة تلاوة أو أنه بادي في الركعة الثانية، بادي منطلق بسرعة، يعني ما أعطيتنا البداية ولا قد آتينا، بديت بالترديد ليش كان أفضل، يعني سرعة القراءة كان يعتبر شيء غير جيد في البداية، المفروض أنك هديت شويهم بعد ذلك انطلقت وحشر لسليمان، أعطيتنا الصوت اللي بدأت اللي قرأت به. الغنن بعضها كانت ناقصة لكنك أجدت فيها في قوله تعالى من الجن والإنس والطير، كانت مكتملة وكانت مميزة، لكن اللي قبلها كانت الغنن كانها ناقصة على سرعة القراءة. حتى إذا يعني أبدعت فيها بشكل غير طبيعي،
كرفع للصوت فيها، وكأنك قاعد تصف المنظر حتى إذا، ممتازة. المد كله ما شاء الله مميز، كنت أحسب لك بالضبط 4 حركات المتصل منفصل بشكل متميز. ما شاء الله عليك يا إبراهيم، بداية مميزة إن شاء الله. السلام شيخ أحمد. ما شاء الله استهلال جميل يا إبراهيم في هذه الحلقة، وعندك إمكانيات. أنت يا إبراهيم آثرت التجويد على النغم، تجويدك زين ما شاء الله، بس آثرته يعني قدمته على الجانب النغمي. عندك إمكانيات في النغم والأداء الصوتي ما أخرجته لنا، أنا أعلم أن عندك. انتبه لبعض الملحوظات التجويدية، الشيطان من الاستعاذة في الشيطان، الشين عليها فتحة، حقق الفتحة بالشكل المطلوب، الشيطان. كثير من عباده، كانت ناقصة شوي حكم التجويد هنا. طيب، قالت نملة يا أيها النمل أد، الدال مقلقلة ما تضم، ما تضمها مع اللي بعدها، أدخلوا طيب أدخلوا وهم لا يشعرون. نكتفي بهذا. ما شاء الله عليك يا إبراهيم، استهلال جميل ما شاء الله. هاي إبراهيم، أنت خاتم القرآن؟ الحمد لله. ما شاء الله، ختمت عمرك 8 سنوات، ما شاء الله تبارك الله. جاهز؟ شوف الوقت، شفت الحلقات الماضية، ختم عمرك، عارف طبعاً النظام، ماشي. أمورك طيبة؟ الحمد لله. أنت وصيتني على حاجة اليوم، عارف وشي؟ وشي؟ إنك ما تسألني كثير. إن إيش؟ ما تسألني كثير. ما أسأل كثير ليش؟ كذا يعني. طيب، يلا نشوف مع بعض الوقت الاختيار الخاص بإبراهيم. فالك التوفيق، جاء الاختيار كان بها، ما جاء الاختيار عندنا فرصة ثانية، تمام؟ ماشي يا إبراهيم؟ الله يوفقك يا إبراهيم ويحفظك يا رب، ونشوفك إمام كبير في واحدة من بيوت الله عز وجل، في مسجد صلي بالتراويح. صلي التراويح مع الناس أو بالناس؟ مع الناس، مع الناس. باقي شوي من الوقت، لا تشيل هم، هذه الفرصة الأولى، عندنا فرصة ثانية إن شاء الله إبراهيم، تمام؟ الله يحفظك يا إبراهيم، كل الشكر لك يا إبراهيم، يعطيك العافية. متسابقنا الثاني